اتحداكم اللي عملته انا شنو المخالف للكتاب والسنه شنو؟ سؤال مطرح للكل، ماذا فعل حميده؟ يتصرف فينا اطردنا، انا قايل اطردنا تقدر؟ قايل مرتب كمان ما بتقدر، ولا البره يتصرف فيني ولا الكباشي ولا المكاشفي ولا الصابونابي ولا انت ما تتصرف فينا، انت كلامي ولا ما فهمته؟ ابدا ابدا قاعدين هنا بس توحيد توحيد وضدك لحد ما القيمة تقوم وضد الصوفية. حميدة انت حميدة ذاتك شخصيا بتكورك بجاي؟ طيب حميدة ما انت انتهى اتكلم اتكلم ده انا سكتت ما بتع ما تفتح خشمك كويس ذاته اعترفت انه نحن مسلمين وانت ما بجاي ما قاعد تقول الوهابية كفار الوهابية ديل بيلعبوا في الدوري الفرنسي ما هو نحن ديل الوهابية كفار ديل قاعد يقولوا هنا يا جماعة في الحجوزي في سوق ستة غير حميدة قال شيخ حميدة شيخ ما انت انت حميدة لكن شيخ ده ما انت خلونا من الجنوب يا شيخ حميدة الصوفي فيك نفسك مننا الليلة من الورطة اللي وقعت فيها نفسك دي يا شيخنا اوتاد بتاع شنو وسجم رماد بتاع شنو يا ناس ربنا الذي يمسك الارض والسماوات ان تزولا ده ربنا ما صوفي يا ناس عشان ما تكذب عشان ما تكذب تغش الناس هناك المساكين وتاكل قروشهم وتبيع لهم حجبات فيها بعر جوه بتاع غنم تغشهم جاي تغش انا تقول الزول اللي كان مع سيدنا سليمان عليه السلام كان صوفي يا كذاب لا ما كان صوفي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وصية القحطان لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطان